الرحيم. بحث يقول خصوصيات إزافة يعني اشتاك مربوط بذيني مزاف مزاف ليباسي أمانا موكا فرمي ولا تجامع الإضافة تنوينا يعني إزافة لقال تنوين كونا بيك ومنظره مزاف تنوين ناقر يعني شن مزاف إزافي هي وقت إزافي هو ولا يسنكي تنا لقال تنوين كونا بيته ولا نونا تالية للإعراب مطلقا ونون يتشكل جيجي إعرابها توا مثلا سكانته قركت جمع مذكرك سالم يا مثنى إزافة كي أو جبينه نقيل لا بيشن كأول نعوذ تنوين ولا أل الجنابة اللي قال ليش كنا بتو إلا في نحو الضارب زيد ما قال إزافة لفظية كإزافة لفظية مفيد تخفيفة جاء قال اسم ألي بصره إزافة كرا هر وقت مفيد بو يعني فائدة كتابو أو إزافة كي أكين وأجر فائدة يعني بو إزافة ناكرين مثلا الله ربا زيدي ما قال إزافة كي تخفيف كتابة كنوني مصنع حذف بو الله ربو زيدي نوني جمع حذف بو تخفيف كتابة ولي والله ربو الرجل بعزم أو إجلي ردا مثلا أو الرجل كليوا أو المعرف بلامة دو ما كش معرف بلامة ليواه إزافة درستا مثلا شبيه بقى الحسن الوجهية و الحسن الوجه لأصلا الحسن وجهه هو مثلا إما هاتوين لواتي ما نكردوا لميركا كاسم وحسب ما نكردوا بجي أو أليق ما ندعنا حالبي فالدباء مفيد تخفيفة وإذا الحسن وجهي الله رب الرجل يجفن شبيبة ودرستا يا الله رب الرأس الجاني باشا يسمى ثم مزافن لهي خوي ألي بيوانية ولا إذا فكر أو بولا يشتيك أو أي يعني عيسى الله عريب إذا فكر أو بولا يشتيك كأو ألي بيوان يبلام أو إذا فكر أو بولا يشتيك يترك أو ألي بيوان يا الرجل الضارب غلامه الرجل الضارب غلامه يعني أو عيسى مثلا الله عريب إذا فكر ولا غلام غلام ألي بيوانية ولا أو غلام إذا فكر ولا ضميره كلاميره كأجرته بولا اسمه وكو الرجل كذلك أو ألي بيوانية حالبي هذا أما لا إضافة لفظية أجر وصف ألي بي وبي درست إذا فكر بولا اسمه كأجمع الرفع ألبي يا إذا فكر بولا اسمه كأو خوي معرف ال نبي ولا إذا فكر بولا معرف ال يا إذا فكر بولا اسمه كاسمه كإذا فكر بولا ضميره كضميره كراجع به بولا معرف ال اعلم أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين ولا مع النون التالية للإعراب ولا مع الألف واللام إذا قال أمانك ولا مثلا تقول جاءني غلام يا هذا أي فلان غلام هذا ولا إسف تنوين يعني تنوين يا ذاتي أنا وإذا أضفت تقول جاءني غلام زيد فتحذف التنوين وذلك لأنه يدل على كمال الاسم يعني تنوين دلالتك على سلوك اسمك كاملة معمولا تنوين يكيك لو اشتانيك اسمي في التواوعبي والإضافة تدل على نقصانه إضافة دلالتك على نقصان اسم يعني احتياجه بإضافة بويك اشتاك تريكيو في الكيني ولا يكون شيء كاملا ناقصا ومعلوم شيء لآنك واحدة كامل شو ناقص جنابه وتقول جاءني مسلماني ومسلمون أنا فإذا أضفت قلت مسلماك ومسلموك فتحذف النون نونك حذفه قال الله تعالى والمقيم الصلاة نونك حذف الأخضية أما هو إنكم لذائق العذابي لماذا نونك حذف كردوها إنا مرسل الناقة لماذا مرسلون ونونك حذف كردوها والأسلوء المقيمين ولذائقون ومرسلون والعلة في حذف النون هي العلة في حس التنوين أويك علة محسنونك همان علة لحس التنوين لكونها قائمة مقام التنوين شنك عمل جرشين تنوين وإنما قيدت النون بكونها تالية للإعراب وتم لجي إعرابها تبي بدو إعرابها تبي وشوامد احترازا عن من نوني المفرد وجم التكسير شك خبها راستوى لدو نوني مفرد يعني إذا مثلا مفرد نوني كيفية وبي يا مثلا جمع مكسر نوني كيفية وبي أو حذبناه وذلك كنوني حين والشياطين سنوني الفيوية طبعا حذفنا فإنهما
متلوان بالإعراب، متلوبة إعراب، يعني إعراب ديتها سر خويا دي بدوايا نقوى عن تالي إعراب، لا تالي يعني له نبتالي إعراب. تقول هذا حين يا فتى، وهؤلاء شياطين يا فتى، فتجد إعرابهما بضمة واقعة بعد النون، إعرابتين بالله. فإذا ألفت أجدر قلت آتيك حين طلوع الشمس، وهؤلاء شياطين الإنس آي، بإثبات النون فيهما لأنها متلوة بالإعراب لا تالية له، متلوة إعراب تالي إعراب. وأما الألف واللام فإنك تقول جاء الغلام، فإذا أضفت قلت جاء غلام زيد مثلا، أي جاء لك بولان، وذلك لأن الألف واللام للتعريف، الألف لام وتعريف والإضافة إجبارا للتعريف، فلو قلت الغلام زيد جمعت على الاسم تعريفين، لو تعريف هو اسمك وذلك لا يجوز. ويستثنى من مسألة الألف واللام أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه مع المولى لتلك الصفة. وإيش اسمع أكلي لما سألي ألف لام شوينيك كمضاف كمان صفة به ومضاف إليه معمول أو صفة به. وفي المسألة واحد من خمسة أمور تذكر، ولا مسألة كذا تنشد قابل بحث، يعني يتك لا بنج أمرك هيك أو بنج أمر ذكرك، فحينئذ يجوز أن يجمع بين ألف واللام والإضافة لوكاتها أو بنجها فيه. أحدها أن يكون الملافو مثنى وقو الله عربا زيدي، وثاني أن يكون الملافو جمع مذكر سالما، جمع مذكر سالم به نحو الله عربو زيدين، والثالث أن يكون الملافو إليه بالألف واللام وقو الله عرب الرجلي، والرابع أن يكون الملافو إليه مضافا إلى ما فيه الألف واللام وقو الله عرب رأس الجاني، والخامس أن يكون المضاف يتمنى توزح ذلك مثلا أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير عائد على ما فيه الألف واللام نحو مررت بالرجل الضارب غلامه، فهي تاجر ولا رجل. إذا ميبن أريت أنا بحثي جاية أكاتل سلوى الشعر وشتي زود جاية معنى